على حسب المؤرخين زي ابن كثير، فمردة الجن وأخطر الشياطين في العالم تم سجنهم ومعاقبتهم على يد سيدنا سليمان عليه السلام في مدينة اسمها سواكن في السودان، وأصبحت مدينة مهجورة بيتجنب البشر يدخلوها أو يقربوا منها. إيه حكاية مدينة سواكن؟ وإيه اللي عملوه مردة الجن عشان يتسجنوا فيها؟ وإيه علاقة المدينة بمصر والحضارة المصرية القديمة؟ خليكم معايا. كلنا عارفين ان سيدنا سليمان عليه السلام دعا ربنا انه يرزقه ملك لا ينبغي لاحد من بعده، وهنا المقصود بالملك هو القدره في المال والعلوم والمعرفه والقوه، وربنا استجاب دعوته ورزقه القدره في كل شيء لدرجه فهم لغه الحيوان والطير، والقدره على التحدث معاهم، والقدره على تسخير الرياح، ويتحكم في الجن والشياطين واستغلال قوتهم. وكان بيقسم اعمال الجن لشقين، الاول الجن المخصص لتشييد الصروح العظيمه والضخمه واللي يصعب على الانسان بنائها، والتاني الجن الغواصين ومهمتهم إحضار اللؤلؤ والكنوز والمرجان من قيعان البحار ويوصلوها للنبي سليمان عليه السلام. والجن المسخر للنبي كان فيه منهم الصالح ومنهم الكافر العاصي، كان بيعاقبهم في الدنيا علشان يكونوا عبرة لغيرهم. وابن كثير ذكر الكيفية اللي عاقب بيها سيدنا سليمان عليه السلام للجن العاصي، وهي ربطهم بسلاسل وأغلال قوية وحبسهم في منطقة معزولة، وكان من ضمن الأماكن دي هي مدينة سواكن، ودي مدينة ساحلية في شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وبينها وبين العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلومتر. ورغم أنها مدينة ساحلية المفترض أن يكون عايش عليها عدد كبير من السكان وتكون منطقة سياحية كبيرة، لكن الواقع أن المدينة مهجورة وعدد الناس اللي ساكنين فيها قليل جدا، وعلى حسب كلام السكان المحليين فالناس بتترعب تقرب من المكان ده، لأنهم أول ما الليل بيدخل بيسمعوا أصوات مرعبة عبارة عن استغاثات وصراخ عالي جدا، وفي النهار بتظهر قطط سودا عملاقة. والحقيقة في قصص أسطورية عن سواكن بترجع لعهد سيدنا سليمان عليه السلام، والقصص دي تناقلها الأجداد جيل بعد جيل. انت هنا هتسألني وتقولي طب ايه فايدة القصص دي طالما انها أسطورة؟ ما هي أسطورة يبقى قصص مش حقيقية، نسمعها ليه؟ انا هجاوبك وهقولك مين اللي قال ان الأسطورة قصة لم تحدث على الإطلاق. هي قصة حصلت، لكن مع مرور السنين أخذت أشكال مختلفة من الروايات وتحرفت وبعدها تحولت لأسطورة. في باحثة في عقائد الأديان وتراث الشعوب اسمها كارين أرمسترونغ درست الكثير من أساطير الشعوب، وفي كتابها تاريخ الأسطورة بتقول تستعمل كلمة أسطورة اليوم غالبا لوصف شيء غير صحيح وغير واقعي، وترجع تاني وتقول إن الأسطورة لا تروى بغرض الرواية فقط، وهي تحوي أكثر بكثير مما يظهر للعين. فالأسطورة تروي قصة حدثت في زمن ما وتجعله ممكن الحصول في كل الأزمنة. نرجع بقى تاني لمدينة سواكن وسجن الجن العاصي فيها. وأول رواية من التراث العربي القديم بتقول إن في يوم من الأيام أهدى ملك الحبشة سيدنا سليمان عليه السلام 70 جارية، وكان وقتها النبي سليمان عليه السلام موجود في فلسطين في بيت المقدس، وأبحرت سفن الجواري من إريتريا لحد ما وصلت لمدينة سواكن، وقرر بان السفينة اللي عليها الجواري انهم يرتاحوا في جزيرة سواكن، وقعدوا في الجزيرة الايام وسافروا بعدها بالسفينة لحد ما وصلوا البيت المقدس. والجواري بعد ما وصلوا بدأت تظهر عليهم اثار الحمل، وبدأ سيدنا سليمان عليه السلام يحقق في الموضوع ده، وعرف من ربان السفينة انهم ارتاحوا في سواكن لايام طويلة، وان الجن الموجود فيها تزاوجوا من الجواري وخلوهم يحملوا. فامر سيدنا سليمان عليه السلام ان الجواري ترجع لمدينة سواكن ويقيموا فيها للابد، فاندمج فيها الجواري هم وذريتهم من الجن، وأمر سيدنا سليمان عليه السلام بأن تتخذ جزيرة سواكن سجنا للمجرمين. نفس القصة دي اتحكت لكن مع بعض الاختلافات، وحكاها أحمد علي هبناي، وده قاضي الدرجة الأولى في محكمة البيئة ببورتو سودان، وقال لإندبندت عربية إن في يوم من الأيام أبحر سيدنا سليمان عليه السلام لليمن ومعاه مجموعة من الجواري، وهو في الطريق قرر يرتاح في مدينة سواكن، وفي الليل بدأ الجن يضاجع الجواري فحملوا وولدوا في نفس اليوم، فحبسهم سليمان عليه السلام في قاع البحر، وبعدها فك أسرهم واشترط عليهم ما يغادروش الجزيرة ويخرجوا بعد مغيب الشمس ويرجعوا قبل الشروق. وفي الصبح سافر سليمان وجنوده وتركوا أبناء الجن في جزيرة سواكن وسموها سواجن
نسبة لسجن النبي سليمان عليه السلام للجن، وبعدها اتحرف الاسم وبقى اسمها سواكن. أما القصة الثالثة حكاها المؤلف محمد مهري في كتابه رحلة مصر والسودان، فقال إن أحد ملوك الحبشة على مودة واتصال بقيصر الرومان، فقرر يرسله 7 فتيات شديدة الجمال، وأثناء رحلتهم مروا على مدينة سواكن، فتصدى لهم 7 من الجن ومنعوهم من السفر، وبعد مدة تزوج الجن بال7 فتيات، وأنجبوا منهم ذرية كبيرة، عمروا بيها المكان، وده اللي خلى المدينة في قديم الزمان تتسمى ب7 جن، وبعدها اتحرفت لسواكن، وبعدها لسواكن، ودي كانت القصص اللي اتذكرت في التراث الشعبي عن مدينة سواكن، لكن في قصص حديثة حصلت بتأكد إن المدينة مسكونة بالجن. أحمد علي هبناي القاضي في محكمة البيئة في بورت السودان من ضمن ما ذكره الاندبندت عربية إنه في سنة 1974 كان لسه طالب في المدرسة، وحصل لواحد من قرايبه شيء غريب، لأنه كان في مرة اتأخر وهو راجع للبيت، وكان لازم يعدي باتجاه سكة حديد مهجورة، وكانت قريبة من مدينة سواكن، وكانت فكرة العبور من قرب من سواكن بالليل تعتبر انتحار. الكل عارف إن المدينة دي بيصدها الصمت في بداية المغربية، وقريبه لما وصل لنص المحطة بدأ يحس إن درجة حرارة المكان بدأت تزيد، وبدأ يسمع أصوات وصراخ حد بيتعذب، والصوت كأنه جاي من الجحيم، ومن كتر الخوف فضل يجري لحد ما وصل البيت، ومن يومها ما بقاش طبيعي، دايما خايف وقلقان وبيسمع أصوات مخيفة. أما القصة التانية تخص الخديوي عباس باشا. في يوم من الأيام اتصابت زوجة الخديوي عباس بمرض عجز الأطباء عن شفائه، فاقترحوا عليه إنه يتواصل مع شيخة الزار المشهورة في سواكن واسمها عرفة، وسافرت الشيخة عرفة القاهرة وعملت الزار، وزوجة عباس باشا تم شفائها بعد الزار، وبيقال إن الشيخة عرفة مسخرة أقوى أنواع الجن اللي موجود في سواكن. والكلام عن مدينة سواكن وعلاقتها بالجن اتكلم عنه باحثين كتير، ومنهم الدكتور حسن مجدي صالح، عمل بحث بعنوان الاتصالات التجارية والبشرية والدينية على ساحلي البحر الأحمر، سواكن ودورها في رحلة الحج إلى بلاد الحجاز حتى العصر الحديث، وكل ده اسم عنوان البحث، وقال إن سواكن لها علاقة بالجن، وإن اسم المدينة في الأساس متحرف من كلمة سجون، وتحولت بعدها لسكون وبعدها سواكن، وتسمت بالسجون نسبة لسجن سيدنا سليمان لمرضة الجن المنحرفين والعاصين. لكن خلينا بقى نرجع ونسأل إيه علاقة سواكن بمصر القديمة؟ هنرجع بالزمن لآلاف السنين، ونروح لعصر الأسرات، وبالتحديد في عصر الأسرة الخمس، وكانوا بيستخدموا سواكن كمحطة مهمة جدا في طريقهم لبلاد الصومال علشان يجمعوا منها الذهب، وكانت تعتبر مكان تجاري مهم جدا. وفي فترة حكم محمد علي لمصر سنة 1821، وقتها السودان كانت تابعة لحكم الدولة العثمانية، وسواكن كانت تابعة للسودان، ومحمد علي باشا كان مهتم بيها جدا وبيعتبرها مكان تجاري مهم، وبالتالي ممكن تفيد مصر عن طريق منائها، فعرض على السلطان العثماني انه يشتريها منه، لكن السلطان رفض لانه عارف اهميتها التجارية، واقترح عليه انه يأجرها له، لكن بشرط ان سواكن ترجع تاني لحكم الدولة العثمانية، لان العقد اللي بينهم هيخلص بمجرد موته. وبالفعل وافق محمد علي، وبقت سواكن تبع جمهورية مصر العربية لحد ما مات محمد علي. لكن سنة 1865 وقت حكم الخديوي اسماعيل، عرض الخديوي على السلطان العثماني انه يشتري سواكن بمبلغ 7500 جنيه مصري، والمرة دي اتحقق حلم الخديوي واشترى سواكن، وانتشر المصريون في المدينة وتم التعامل معاها على انها جزء من مصر، وفضل الوضع على كده لحد سنة 1924 وقت ما كانت بريطانيا مسيطرة على السودان وقتها، ولما تم اغتيال الحاكم البريطاني في السودان السير ليستاك، والاغتيال ده كان أثناء وجوده في القاهرة، وقتها غضبت الحكومة البريطانية وحصلت أزمة سياسية كبيرة، وأرسلت الحكومة البريطانية خطاب شديد اللهجة للحكومة المصرية، وطلبتهم بسحب كل الجنود والموظفين المصريين في السودان، وكل ده في خلال 24 ساعة بس، وأصدرت قرار إن مصر ملهاش أي حاجة في أرض السودان، والعقد اللي اتعقد مع الخديوي إسماعيل اتلغى، وبكده انتهى الوجود المصري من السودان، ورجعت سواكن للسودان، المدينة اللي أثارت الجدل لسنين طويلة واتحكت عنها أساطير غريبة اختلط فيها الخيال بالحقيقة. هل ممكن مدينة كاملة يسكنها الجن وتكون مهجورة من الإنس؟ وهل في حكايات تانية سمعتوها عن مدينة سواكن وبتأكد إنها مسكونة من الجن؟ اكتبولي في الكومنتات.